اهلا بكم احنا بنضر كل حته في جسمنا ضرر كبير رقبتنا وظهرنا ضرر كبير جدا جدا تعالوا احكي لكم قصه مهمه جدا لتوماس هيرزوك ده مدير اعمال النمساويه كيري كورنبرغ طبعا اسماء صعبه خالص كيري كورنبرغ دي دي لعبه قفز بالزانه ودي عندها 21 سنه تعرضت لارتطام قوي جدا اثناء اللعبة. ده محترفين ده شغل المحترفين بصوا وهي بتقفز بالزانه اصطدمت اصطدامه كبيره جدا مما تسبب لها بكوادربليج او شلل رباعي في ثانيه في ثانيه تاثرت القدمين بالذات والايدين على فكره تاثرت لكيره وبدات الان يعني بتحاول انها تعود مرة أخرى بيقولوا أنه الأساليب الجديدة في العلاج هي طبعا دي إصابتها أثناء ما كانت بتتمرن في مدينة إنسبورغ دي بيقولوا أن الأساليب الجديدة في العلاج ممكن تفيدها إلى حد ما لكن تهور مش تهور بقى يعني إصابة المحترفين غير إصابة الناس العادية يعني إصابة الناس العادية يعني مثلا دي محترفة دلوقتي بدأت يعني ما تيأسش وتعود مرة أخرى لكن احنا ساعات بنعمل حاجات تضرنا جدا وبحاجات كتيرة يعني دلوقتي طالعه موضه قوي الكوره الكبيره دي اللي بيلعبوا بيها في في البيوت، الكوره كبيره كده مطاطيه بيلعبوا فيها، الحكايه دي خطيره جدا الكوره دي تبدو امنه لكن هي في منتهى الخطوره، آه ادي ناس بتلعب الكوره دي بص شفت بص الخبطات خبطات جباره بص بص دي طبعا هنا ناس بتهزر مع ناس اللي بيهزروا خبطاتها في منتهى الخطوره واللعب فيها بص ده راح في ودول طبعا الاربعه كل واحد راح في ناحيه واللي الوقعه دي ممكن تكسر ده ممكن تكسر رقبه دي ممكن تكسر رقبه الحركه المفاجئه تكسر رقبة ابص ده في منتهى الخطوره ده خلاص ده الظهر بتاعه كل سنه وانت طيب ده ظهر ورقبه وكل حاجه وده برضو لخر ده ده طبعا الناس اللي بتتهور هتتعور وساعات يكون الثمن غالي لكن العلم الحديث بيوفر الى حد ما فرص لاولئك الذين يصابون اصابات كبيره البي ار بي هذا العالم المثير مع ضيف العزيز الحقيقه اليوم لقاء مهم جدا مع قمه علميه كبيره واسم كبير وانا بعتقد ان هذه واحده من لقاءات القرن ال21 يعني ايه لقاءات القرن ال21 يعني العلم الحديث جدا في عالم العنايه بالعمود الفقري وبالعضلات ضيف العزيز الاسم الكبير الاستاذ دكتور ايمن عالم في قوانين في الجسم ما نقدرش نبدلها ولا نغيرها. الم في ظهري ده انزلاق ظروفي، وانزلاق ظروفي يعني اعمل اللي هو مش محترف يتجنب المخاطره العاليه لان هدفع ثمنها غالي. 15 سنه باخد علاج مش بتاعي، دمروني بجد. ازاي احنا نكسر القانون ده ونوصلك لمرحله البناء والتصليح؟ البي ار بي هذا العالم المثير لا فيه اولويات. وانا ما بفكر العيان بفكر في الاولويات دي اني في هخف وهرجع لطبيعتي عمري ما كنت اتخيل كده الاستاذ الدكتور ايمن عنب استاذ جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري بكليه طب جامعه القاهره حاصل على دبلومه علاج الالم بتنظيم فسيولوجيه الجسم ميلانو ايطاليا زميل الجمعيه العالميه لجراحات مناظير العمود الفقري فرنسا ضيف العزيز الاسم الكبير أستاذ دكتور ايمن اهلا بيك يا دكتور اهلا دكتور أيمان. بيك دكتور وحشني والله وانت كمان أبقى. الحقيقه النهارده عنواننا البي ار بي يصلح ما لا يمكن اصلاحه صح كده صح وانا دايما انا بقى بقول الاسم التاني للحلقه النهارده حلقه القرن ال21 العلاج للقرن القادم القرن الحالي والمستقبل لكن عايز ابدا الاول ايه رايك في اللي احنا شفناه دلوقتي اه طبعا الانسان بنيته ضعيفه زي ما حضرتك كنت قلت قبل كده في حلقات قبل كده احنا ما عندناش حاجه تحمينا من بره احنا شويه لحم عضلات سهل الكسر مفاصل كتيره قوي بتتحرك سهل تتمزق فاي اصابه بتنتج عنها كارثه المحترفين وغيرهم يعني برضو من أسوأ رياضات الزحلقه على التلج السكينج ده ده ليه مشاكل وكسر عمود فقري هقول للاسف اللي بيتكسر او بيبوظ في العمود الفقري او في الجهاز العصبي ما بيرجعش تاني <applause> لغايه <الغد> دلوقتي يمكن <applause> قدام الدنيا تختلف انما كل واحد يتجنب المشاكل هم محترفين فده وظيفته الرئيسيه فقدامها عواقب وساعات بتحصل وساعات لا في نسبه مخاطره عاليه يعني فمش كل الناس كده انما اللي هو مش محترف يتجنب المخاطره العاليه لان هدفع ثمنها غالي اللي بيلعبوا بالبتاعات الكور الكبيره دي ساعات التهور بيسي يعني بيخليك تقعد طول عمرك تتعالج بمشكله انت كنت في غنى عنها بسبب رياضه بسبب هزار مع واحد انا جالي مره عيان بيقول لي انا سواق تاكسي بهدلني ضرب فرمله فجاه وما خبطش في حاجه بس طلع قدام فجاه رقبته اتمزقت وعايش بقاله سنه بيتعالج بيها بس عشان فرمله تاكسي يعني فانت عندك مشكله ان سهل تتصب فخلي بالك ده هيجوريني للسؤال الاول الالتهاب كلمه رخمه وصعبه مم. بس انا اول مره النهارده واحنا بنجهز الحلقه اعرف ان في انواع التهابيه مم. وانواع الم في العضلات والفقرات والمفاصل في انواع للالتهاب وللالم ما هو الالام بتصاحب الالتهابات دايما انما احنا في عندنا نوعين من الالتهاب في التهاب ممكن يشفيك وفي التهاب ممكن يموتك يعني انت دلوقتي عندك العربيه لما بتيجي تدورها لو البطاريه كويسه مره واحده بتدور الموتور بيشتغل بتمشي صح م -م. لو البطاريه ما بتديش الفولت المناسب بتقعد تدور كذا مره لما تستهلك طاقه البطاريه م -م. الالتهاب المزمن ده التهاب بيدي مقدار معين من الالتهاب الجسم مش قادر يصلح معاه المشكله م -م. فبيقعد يستنفذ طاقه الجسم لفتره طويله فبيدخل العيان في مشاكل تانية فده التهاب ممكن يموتك أه. آه، الالتهاب الحاد ده التهاب بيوصلك لمستوى التصليح المناسب اللي بتخف معاه فعشان كده المرضى المزمنين بيقول لك انا بقالي عشر سنين بلف على الدكاتره وما قصرتش هو معاه حق بس هو الجسم ما تصلحش ما أه. تصلحش ليه عشان ما وصلش للمستوى المعين ان يبدا مع التصليح أه. طبعا حضرتك عارف الاكشن بوتنشال واول اورنان لو في قوانين في الجسم احنا ملزمين بيها ما نقدرش نبدلها ولا نغيرها القوانين دي اذا وصل التهاب لمستوى الحاد تبدا الخلايا تخش تبدا عمليه البناء تحصل لو ما حصلتش هتعيش بيه طول عمرك ودي حقيقه ثابته الخشونه والام العضلات اذا طولت عن كذا شهر ثلاث لست شهور يبقى انت معرض تعيش بيها طول عمرك ازاي احنا نكسر القانون ده ونحاول نمشي عكس الطبيعه ونوصلك لمرحلة البناء والتصليح بحقن الصفائح الدموية البلازما اللي هي اسمها البي ار بي. هنتكلم عنها بالتفصيل. أه هل بقى هل أه أه الحكاية دي يعني بتجيب نتائج ولا لا؟ هل أه في ناس كتير بتستعملها ولا لا؟ احنا عندنا قانون كوني إن الحاجة المفيدة بتفضل والحاجة اللي مش مفيدة بتختفي، صح؟ يعني أنت أكيد سمعت عن كذا صايحة في الطب طلعت واختفت أو كملت وكبرت وانتشرت. لإن يعني في آية هنبدأ بيها بس فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فدي قانون كوني موجود. في خلال السنتين اللي فاتوا أنا سبحان الله لقيت كمية ناس بتشتغل بالبي آر بي دكاترة وجامعات دخلته ومستشفيات تبع مراكز كبيرة منها الجيش دخلته وبدأت تحقن بيه وبدأت النتائج تبقى هايلة. بيجي لي ناس من الاقاليم والمحافظات في مصر مختلفه بيقولوا احنا حققنا وتحسنا او كذا دكتور بدا يحقن الانتشار زاد ده دليل على النجاح الحمد لله واحنا عندنا كميه عينين كتير جدا محتاجين تصليح مش تسكين الاثار الجانبيه للمسكنات عنيفه ما عندناش بدايل للاسف فهو اصلاح ما لا يمكن اصلاحه بدونه دي حقيقه ما فيهاش تغيير في ميجا ستارز وناس رأس مالهم في جسمهم اتعالجوا بالبي ار بي، بيل مم. نادال مم. النجوم الرياضيين يعني جاريس بيل ده نموذج للعلاج بالبي ار بي، في إصاباته كانت ممكن تطول فترات طويلة جدا طبعا وأثرها بالبي ار بي صحيح، زي ما حضرتك بتقول برضو الإصابة في أولها الجسم بيبقى لسه مستعد إنه يتصلح الإصابة بعد فترة طويلة بتبقى مزمنة بتتكون كذا بؤرة ألم ما بتبقاش واحدة بس ودي برضو فكرة العيان بالعملية اللي عنده غضروف اللي بقاله خمس سنين عنده غضروف زي اللي بقاله ست شهور لا طبعا اللي بقاله ست شهور ده هيشيله غضروف هيخف اللي بقاله خمس سنين ده هيشيله غضروف هيخف 30% مين أشهر أماكن الألم؟ أشهر أماكن الألم هي هي أماكن المفصلات هي مناطق الحركة ايه اشهر مناطق الحركة عندنا الرقبه زي دي كده ده مفصل الفك طبعا من على الشمال وده من اسوا مناطق الصداع عند المرضى وبيفتكر دايما ان عنده العصب الخامس ويطلع مفصل الفك الرقبه مشكلتها كمان انها بتعمل دوخه وبتعمل احساس الترجيع والصداع المستمر دي منطقه مفصله انت دايما قاعد على الموبايل برقبتك قاعد موطي وانت بتكتب على المكتب فدي منطقة مهمة جدا في الحركة. <applause> نص الظهر واخر الظهر. لأن دي الثلاث مناطق اللي فيهم حركة. طبعا الرقبة واخر الظهر هم نمرة واحد. لأن نص الظهر ده فيه فقرات صدرية فإلى حد ما محجمة الحركة شوية فما بتتصابش كتير قوي. إنما آخر الظهر دي هي اللي بتنقل وزنك على رجلك. فدي دايما مفاصل الحوض اللي بتلخبط مع الديسك. وألام أسفل الظهر اللي عم بيقوم من النوم ظهره مش عارف يتحرك منه وساعات ممكن يقعد يومين ثلاثة في السرير مش عارف يتحرك بسبب نوبات الألم اللي بتروح وبتيجي مع الشتاء مع تغيير المواسم مع الشغل التقيل فكل دي أماكن كتيرة جدا طبعا الكتف من كل ما بتشيل حاجة بإيدك تقيلة كتفك بيتمزق عضلات كتفك من ورا تفتكرها انها فقرات دي برضو من اشهر الاماكن بالذات في السيدات مناطق التندو اكيلس اللي هي بيسموها وطر. العرقوب وتر الرجل القدم آه. فدي وتر العضله ماسك هنا كعب عالي كعب عالي بالظبط هو ممكن <applause> كعب ده يعمل مشاكل جامده مفصل الصباع الصام اللي هو الابهام ده من اكتر اماكن الالم وطبعا عضله السمانه اللي هي آه هي طبعا اللي بتمشيك فدي عليها لود عالي جدا فدي من اشهر اماكن الالم دول <applause> طيب هنا في سؤال مهم جدا هو سؤال واعتقاد في نفس الوقت المريض العربي والعالمي طالما الالم طول عنده وزاد لفترات طويله بقاله سنين يعني هو نفسه بيبقى معتقد وبيجيلك بالجمله دي انا بقالي سنين متالم ومتعايش مع الالم ده وبقى جزء من حياتي وعندي احساس جوه ان هو عمره ما هيروح هل الكلام ده علميا صح ولا غلط كانت لسه عندي مريضه ست جميله سيده فاضله فوق الستين 60 بيجي لها آلام في ظهرها جامد جدا بإعاده 10 أيام في البيت ما تحركش. قالت لي أنا ما عنديش للأسف رفاهية العجز، أنا ما أقدرش أقعد في السرير عندي واجبات كتير بقوم بيها. وأنا كنت معتقد أن هيجي لي يوم في الأيام أن ظهرها هيخف. إزاي؟ أنا مش عارفه. الست دي الحمد لله خفت خفت تماما شفيت 100% وكل لما أشوفها بتقعد تدعي لي ست جميلة جدا. هي تعتمد على اراده المريض المريض اللي عنده اراده بيدور على حل وهيوصل له ويمكن احنا لو اتكلمنا على انواع المرضى في مريض طبعا عنده طاقه سلبيه كتير وده دايما ماشي محبط وعنده دايما تراكمات نفسيه فدايما بيقول ان عمري ما هخف وهعيش كده و... وفي مريض دايما عنده طاقه ايجابيه بيدور على علاج مختلف ودايما هيلاقي حل وبيتعاون ده مريض هايل انا هقف عند حته مهمه جدا والحقيقة انت ليك آه يعني آه زي ما بيقولوا الفضل الكبير في توضيح هذا الامر بالنسبه للمجتمع الطبي لانه الحكايه دي كانت عامله مشكله كبيره الاشعه. العيان بيروح يعمل الانسان بيروح يعمل اشعه تبقى للاشعه انت محتاج واو عمليه انت مم. كارثه انت زي ماشي على رجليك؟ صح. الاشعه بتوريك صح. انا بشوف ناس صحابي كده جايبين اشاعات تيجي تشوف الاشعه مخيفه والراجل ماشي وبيلعب آه بتحرك عادي ما مشكله, مشكلة خالص. فهنا نقف شوية قدام الحكاية دي م. هل نحن في المجتمع الطبي نعالج أشعة أم نعالج أعراض وكيف نميز بين الاثنين الحتة دي قضية مهمة كده. آه جدا آه. لا احنا طبعا احنا بنعالج مريض بالأعراض م. انا يعني ساعات بيجي لي عيانين كتير وبنقعد أول حاجة بقول له شكوتك ايه أشوف الأشعات أبدأ أتخض وأقول له غالبا دي عملية أكشف عليه أقول له لا انسى اللي أنا قلته خالص أنت مالكش عملية وأحد يقول لك عملية تسيبه وتمشي على طول ليه بقى؟ لإن إحنا الأشعة إنها ديسك أو غضروف أو مش غضروف، الغضروف ده مش مؤذي من السرطان يعني. يعني آخره بيبقى جنب العصب، لو العصب متضايق من منه هيعمل أعراض، لو مش متضايق هيسيبه زي ما هو. كان لسه عندي مريضة من يومين نفس الموضوع، شفت أشعة عندها زعزعة فقرات من زلاق غضروفي. بسألها شكوتها إيه؟ بتقول لي ألم في الظهر الصبح، بتمشي، حضرتك بمشي ثلاث ساعات. حضرتك مالكيش عملية. وعمرك ما هتعملي عملية. وهي فوق ستين سنة. قامها حته تانية وفي واحد بيبقى عنده الاثنين فانت بتوزنها هو هيخف بالعمليه كام في الميه لو هيخف بنسبه كبيره 70 80 هنعمل له لو هيخف 20 30 مش هنعمل له طب ما نعالج ال 70 80 الاول وبعدين نسيب له ال 20 30 يعيش بيهم فطبعا الاشعات هي المشكله ان زي ما حضرتك بتقول التطور دلوقتي خلى المريض دايما عايز يشوف كل الدليل اديني دليل وده مريض الدليل بيخش من الاول انا عندي ايه قول لي الدليل وهخف ازاي او هخف ولا لا وقول لي فحوصات اعملها اعرف ان هخف ولا لا واذا خفيت اديني دليل ان انا خفيت ده مريض الدليل يعني ماشي بالدليل على طول عندي قضيه ثانيه مهمه اتفضل قضيه خطيره يعني وبرضه انت ليك الفضل في انك أثرتها كان يعتقد وما زال يعتقد في اوساط كثيره جدا انه اي الم في الظهر ده انزلاق غضروفي خلاص الم في ظهري ده انزلاق غضروفي وانزلاق غضروفي يعني عمليه والله هو ثلاث حاجات ورا بعض يعني هو آه. ايه اي الم في ظهري انزلاق غضروفي واي انزلاق غضروفي اذا عمليه هذا معتقد رهيب جدا صحيح هسمعك سؤال مم. على لسان مم. يعني مخرجنا الجميل هاني استاذ هاني عفيفي هي يعني هيسالك سؤال مهم قوي تعال نشوف هاني عايز يقول بسبب نمط حياتنا في السنوات الأخيرة إننا بنقعد فترة طويلة على التابلت لوين رقبتنا أو على توب حنيين ظهرنا بالكامل والعادات الغلط في المذاكرة على السرير وشيل شنطة المدرسة التقيلة وإحنا صغيرين ومع قلة الرياضة وعدم الاعتماد على المشي انتشرت أوجاع الظهر بشكل غير مسبوق وانتشر معاها مفهوم الانزلاق الغضروفي المريض بيحس بألام متوسطة أو شديدة بتنتشر في أسفل الظهر وفي الساق وفي القدم وبيحس بالخدر والتنميل وضعف العضلات وصعوبة في القيام بالحركة زي الوقوف أو المشي الأعراض دي كلها ممكن تكون شائعة وبسبب الإرهاق النفسي أو البدني اللي بتفرضه علينا حياة المدنية إزاي بقى نعرف إن ده انزلاق غضروفي ولازم نتوجه للدكتور فوراً وإيه هو علاج الانزلاق الغضروفي لأنه في ناس كتير بتفتي وده ممكن يخلي الحالة أسوأ صح معاك حق هذا السؤال مهم جدا طيب جديد. نبدا الاول الغضروف بيعمل الام في الساق وليس في الظهر فاي الام في الظهر ده مش غضروف م. اتفقنا؟ ده خشونه ممكن يبقى معاه خشونه انما الام الظهر بس ده خشونه حتى لو في غضروف في الاشعه على فكره ملكش عمليه م. اللي بعده الام الساق الام الساق اللي هي الام عرق النسل لازم اما نرفع رجله ما يقدرش يرفعها اكتر من 20 30 درجه لازم يمشي يقعد في الطريق من المشي آه بعد خمس ل 10 دقايق لا معاه تنميل ويكون غضروف في الاشعه مقنع لا يعني لازم كذا حاجه مع بعض ساعات ناس بتجيلي اشعتها نورمال وتبص على رجله تلاقيه برده نفس الاعراض آه مش عارف يمشي آه رجله بتوجعه دي عضلات بقى فهو لازم يبقوا متركبين مع بعض طبعا المريض مش هيقدر يوصل لوحده للتشخيص بس اي حد هيقول لك عمليه لازم تاخد راي اثنين ثلاثه كمان ما ينفعش تخش على طول على العمليات الحق نفسك البول هيسبقك العين طبعا بيسمع البول هيسبقك ده بينهار لا هو ما فيش غضروف بيعمل كده الا واحد في المية من الحالات لما يكون جاي اصلا على الكرسي بعجل فما القصه دي معظم الناس بتخف يعني انا عندي ناس في الاستشاره خلاص بيكون اختفى الغضروف او هو اتحسن والراجل بقى كويس بقول له خلاص قفلنا قصة العمليه فيعني <applause> معظم الناس بتخف الظروف ده مش مرعب واللي هيبقى عنده بس الاعراض دي لوحدها اللي هي عرق النساء لو وصلنا العمليه هيخف بسرعه قوي ودي برضو المرضى اللي بنختارها يعني لو عملت 10 عينين مثلا عمليات هلاقي ثلاثه منهم خفوا كويس جدا وما سمعتش اخبارهم تاني وفك الغرز في البيت حد وهلاقي السبعه التانيين خمسه منهم هيجوا يقولوا لي ظهرنا وجعنا لسه ما خفيناش قوي اعالجهم بقى سواء بالبي ار بي او بعلاج تاني يتحسنوا برضو يوصلوا ويوصلوا كويس هيتبقى اتنين بقى قاعدين كده دايما ما بيتحسنوش فالعمليه نتائجها مش زي الناس فاكره ان انا هخرج سليم اخرج ارجع لشغلي بسرعه لا في حالات وحالات اختيار المريض ده مهم جدا الافراط في, في على طول عمليات معظم النتائج بتبقى وحشه انت بتبوظ حياته مدى الحياه يعني واحد انت دخلته فالام زياده وفضل طول عمره يتعالج بيها ما كانش محتاجها او دخلته في تشخيص غلط وسبت التشخيص الرئيسي زي اللي عندهم تلاف عضلي بيجي لي ناس كثيره قوي عندها تلاف عضلي عامله عمليه فايبرمايلجي اه وغضروف صغير جدا وعمل عمليه برده المشكله برده للاسف في اطباء الاشعه بيكتب انزلاق غضروفي 3 و 4 و 4 و 5 و 5 وكلهم نتوءات لا تزيد عن 1 ملي ما يسماش غضروف تشوف بقى الأشعة اللي مثلا تقرير جاي من بره، حد عايش في أمريكا ولا حاجة، يكتب لك جنبها نان سيغنيفيكنت. ملوش أي دليل دلالة اكلينيكية. نان سيغنيفيكنت يعني باللغة البسيطة بتاعتنا مش مهم. مش مهم. حاجة لا تذكر. أه هو ما يقدرش ينكره، لا تذكر. وما يقدرش يخضك بيه. آه. اه. إنما هو يقول لك في غضروف إنما مش مهم. بس يعني أه فلازم العيان يبقى عارف ايه المهم وايه اللي مهم واللي مش مهم. طبعا احنا يعني فقدنا الاولويات ما عندناش فقه الاولويات في ال... لا في حياتنا ولا في تفكيرنا ولا في شغلنا يعني غضروف صغير زي غضروف كبير ما بتعرفش تمشي زي بتعرف تمشي لا في اولويات وانا لما بفكر العين بفكر له في الاولويات دي ايه اللي هيفيدك انا هطلعك من عمليه كويس ولا ملوش لازمه اقدر اجنبك قد ايه عمليه كام في الميه بطرق مختلفه امنه البي ار بي يمكن احسنهم او هو الوحيد تقريبا يعني الحمد لله انا معالج ناس كتيره جدا هنشوف اشاعاتها يمكن منهم كانوا يعني لاعيبه كوره وناس كتيره رجعوا اشتغلوا تاني ويلعبوا وكانوا بعد العمليه ما كانش عارف يلعب على فكره وده كان عنده ظروف ومحتاج جراحه وناس تانية كانت بتمشي خطوتين بتقعد في الطريق الحمد لله اتحسنت مع ان انا جراح يعني انا افضل دايما الجراحه اسهل لي بدل ما اخد مشوار كذا شهر مع المريض في العلاج انما انا بفضل مصلحه المريض دايما نمبر 1 اذا كان يحتاج الى ذاك هنعمله إذا كان يحتاج جراحة. هاي. في حالات هتحتاج جراحه بلا شك لازم نعملها بالضبط وده ده العين اللي بيزعل بقى ان آه. هو بيجي مش عايز يعمل عمليه وبيفاجئ ان ملوش <applause> مخرج الا العمليه, العملية. يعني لانه أوه. دخل بقى في سقوط مشط الرجل دخل في ضعف العضلات منظر الاشعه دي عنيف جدا بقى له فتره رجله بدات تخس طب خلاص بقى يعني احنا نلحق ما يمكن انقاذه يعني البي ار البي ار هل البي ار بي ترى انه وصل للثقافة المصريه كما ينبغي الان كما هو في الثقافه اه احسن بكثير من ما بدانا احسن بكثير <applause> الحمد لله احكي لي بقى انا عايز احكي اسمع قصص مرضى يعني واحنا بنمشي كده انت شوقتني لعيبه كوره اه اوه دي ده, ده مهم قوي يعني لعيب كوره يعني انت ما بترجعش واحد يمشي او راح واحد بقى يرتاح ده 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 اللي اه ده 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 واحد يؤدي يعني اداء عضلي قوي دي حقيقي يعني آه انا جالي وبعدين عنده غضروف كبير بدانا بالعلاج الحمد لله تحسن دخلنا في البي ار بي تحسن اكتر آه انا بقول له انت بالنسبه لبني ادم طبيعي عمره ما هيشتكي انما انت يعني بيزود نفسه جدا في الحمل ده دي اشعه لعيب كورة لا دي يعني دي اشعه اه ثانيه مريض كان عنده آه ده يعني شايف الفقرات العنقيه على اليمين دي كلها ملخلخه دي كلها زوايا عظميه عدم ثبات الام في الرقبه جامد اللي على الشمال نفس القصه ومعاه غضروف عالي قوي واحد واثنين السهم الاخضر ده ده انزلاق غضروفي جنب الحبل الشوكي واحد اثنين قطني ده حبل شوكي المريض ده كان طبعا مرشح للجراحه ده عنده 52 سنه من اسيوط وعنده كان مشكلته المشي ما بعرفش يمشي خمس دقائق ويقعد في الطريق برضه هو خايف من الجراحه بدانا بالحقن الحمد لله هي جلسه واحده خف في المائة بيمشي كويس جدا الكلام ده من سنه ومن ساعتها لغايه دلوقتي زي الفل <applause> آه دي حاله نمره اتنين دي سيده آه من الفيوم عندها 62 سنه عندها الام كانت آه بسبب ضيق القناه العصبيه لو حضرتك هتبص على اليمين هتلاقي العلامه الخضراء دي قناه عصبيه ضيقه العلامه الزرقاء قناه عصبيه واسعه باين الفرق بتاعي اه طبعا باين. يعني آه. بالظبط الضيق ده نتيجة الخشونة والزوايا العظمية من المفاصل. آه. فدي كانت عندها آلام في عرق النسف في الساق اليمنى، تحسنت برضو الحمد لله 90%، 90% و70 وكده دي أرقام من بق العيان. أنا آه. يعني بقول له إدي نفسك رقم. يقول لي. آه. فالحمد لله جلسة واحدة برضو تحسنت ما كملناش. آه. ده غضروف قطني اللي برضه العلامة الخضراء دي خارج ده 4 5 وجاي على هتلاقي حتى على العصب الشمال شايف العصب الابيض ال اليمين اللي هي عليه النقط الحمراء أه. ده مخرج العصب أه. فحته الغضروف السوداء دي جايه قافله عليه مه. ده عنده عرق النسا الم شديد جدا الم شديد جدا ده آه آه مريض برده آه عنده 55 سنه ومشكلته انه عنده الام عرق النسا في الناحيه اليمين وكان مرشح لجراحه والحمد لله اتحسن بعد حوالي ثلاث لاربع جلسات <applause> يعني وصلنا لنتائج 70 80% الحقن الموضعي هنا في يعني في اماكن بقى عضلات بتحتاج لحقن مباشر فيها صح, صح, صح كده؟ صحيح اه وخصوصا انه في ناس دلوقتي بقت عندها شكوى عضليه كبيره قوي بص خصوصا اللي بيتمرنوا في الجيم الستات البيوت آه البنات عاداتهم الغلط تلاقي حته في الرقبه بقى دي بقى بتموت اه صحيح وبعدين طبعا عارف في ناس صابين دلوقتي عاملين بقى يقول لك اللزقه عارف اللزقه عارفها اه اه الملونه دي ملونة يعني. الملونه دي مم. والناس مبسوطه بيها يعني الناس ملونه بتاعت الرياضه اه اه, آه, آه يعني هم بيشوفوا على فكره اللزقه دي انا ما اعرفش ايه دورها ايه يعني انا ما اعتقدش هو هو زي ما قلت حضرتك مخدر لا ما فيش حاجه طولت هتخف لوحدها يعني آه. عشان بس نبقى واضحين واللزقه دي مش هتفرق مع حاجه ولا حاجه خالص آه. هو بتقلل الالم زيه زي اي حاجه في الدنيا انها ما بتعالجش المنبع نفسه مم. احنا اتفقنا الجسم الحالات المزمنه الالام المزمنه بيركنها في الارشيف مه. ما تطلعش من الارشيف تاني مه. هتقعد طول عمرك في الارشيف مش هيطلعها تاني الا الالتهاب الحاد اللي مه. بيحصل نتيجه المواد التحفيزيه اللي جوه الصفائح الدمويه تبدا تنبه الجسم ان الاصابه لسه حاصله يبدا يشتغل عليها يصلحها يرجعها زي الاول اذا المطور ضار ما بيطفيش الا لما بيخلص مه. بطريقه بسيطه مبسطه يعني بدون ما نخش في تفاصيل طبيه <applause> فالفرق بين ال... ده حاجه اسمها ميديسن اللي هو الطب التجديدي. سواء البي ار بي هو على راسهم او حاجات تانية كان برولوثيرابي البايوبنكشر في حاجات تانية كلها بتدور برضه المطور بس ده احسنهم احسنهم ليه؟ ناتشرال من دم العيان من نفس الخلايا بتاعته كل واحد على فكره بياخد سرعته برضه. فالسن الكبير بتاخر درجه الخشونه العنيفه نتائجها مش حلوه. السن الصغير احسن الرياضي احسن اللي عايش في جو صحي احسن يعني تقول لي مثلا احسن شعوب بتعالجها او نتائج في الشعوب يمكن الدول اللي حوالينا اهل اليمن وليبيا والسعوديه كتير. عندهم جو حلو ما م -م. عندهمش تلوث طبيعتهم البدويه والصحراء دي خلي جسمهم سليم اكلهم متوازن فعنده جهاز المناعه سليم بيشتغل بسرعه حلوه قوي م -م. اللي عايش في منطقه تلوث عنيفه شامم اكل وشامم ريحه مش كويسه لا شامم جو ملوث بياكل اكل كيماوي في كيماوي كل ده بيقفل حاجه اسمها الخلايا الجذعيه اللي هي مسؤوله عن التصليح هيا في سؤال لمخرجنا العبقري استاذ هلال السويدي بس هتسمعه على لسان مخرجنا الخارجي الاستاذ هاني عفيفي تعالوا أوكي. نشوف هاني هيقول ايه ألم أسفل الظهر الحاد ألم بيظهر يمكن بشكل مفاجئ واحيانا بيكون الم حاد وعنيف وبيوصفه المريض بشعور بحرق او وغز سكاكين بتختلف شدته من معتدله لحاده وقابله للتغيير الم اسفل الظهر بيحصل بعد القيام بنشاط مجهد او صدمه معينه وممكن يحصل من غير سبب واضح الدراسات بتقول ان 80% من الناس بيتعرضوا لالم اسفل الظهر ولو لمره واحده على الاقل طول حياتهم فاللي بيرفعوا أوزان تقيلة واللي بيعملوا في يومياتهم حركات انحنائية خاطئة واللي بيسوقوا الوقت طويل واللي بيستخدموا الدراجات النارية والمدخنين ومتعاطي الكحول والحوامل في الأشهر الأخيرة وحتى اللي بيمروا بفترات توتر عاطفي أو نفسي كل دول معرضين من غير حوادث واضحة للإصابة بألم الظهر الحاد فإيه علاج ألم أسفل الظهر الحاد؟ وهل البي أر بي ليه دخل في علاجه؟ وإزاي نقي نفسنا منه؟ وإيه خطورة إهماله والاعتماد على المسكنات في مواجهته دون الرجوع للطبيب المختص؟ كل المخرجين، كل الناس اللي بتشتغل في الميديا بيشتكوا من ألم ظهر أسفل آه. الظهر. هو السؤال ده جميل على آه. كل الزملاء المذيعين. كل مخرجين القناة بيشتكوا والمعدين. صحيح. بيشتكوا من ألم أسفل الظهر، يعني ليه؟ عاداتهم كل... هم قاعدين معظم الوقت وتكييفات عالية جدا. صحيح. آه. آه هو بيسال على الالم الحاد وحضرتك بتتكلم على الالم المزمنه مم. فانا هجاوب على السؤال الحاد ده آه الام الحاد ده سيبه هيخف لوحده كويس يعني انا بيجي لي واحد بيقول لي الالم لسه حاصل من اسبوعين جاي اخد بي ار بي بقول له لا حضرتك خد الروشته وروح وهتجي لي غالبا كويس مم. وبيجي كويس مم. فالحد ده غالبا احنا عايزين نوصله لحد هو دي مرحله التصليح مم. سيبه هيخف لوحده المزمن بقى هو ما عندوش امل انه يخف لوحده للاسف فلازم نرجعه للحد بالحقن بي البي ار بي مم. ده لو الالام مضايقاه يعني ايه معطله شغله بيغيب عن الشغل كذا مره في الشهر بدأ يتهدد يعني كان عندي مريض كان عنده ثلاثة عضلي المريض دوت كان تقريبا هيتفصل من شغله وقاعد كذا سنه في البيت ما بيخرجش بيقول لي حتى المناسبات ما بروحش اعملها لا عزا ولا الكلام ده الحمد لله دلوقتي بيدور على شغل تاني برضو ده من ضمن الحاجات المزعجه الحته دي الحته آه دي مزعجه جدا جدا دي عضله اسمها ترابيزيس اه دي اكتر عضله بتشيل ايدك طول ما انت بتشيل في ايدك طول ما دي شغاله اه تشيل تقيل دي تتمزق تلعب جم جامد دي تتمزق دي عضله مزعجه جدا وبتضرب تنميل في الايد بالكتف فظيعه فظيعه آه. دي برضو بتتحقن حقن بتتحقن الحقن احنا بناخد كذا طريقه في الحقن باعماق مختلفه ممكن نوصل للعضله الداخليه وفي عضله تحت عضله وممكن ناخد العصب اللي تحت الجلد وممكن نوصل للمفصل جوه المفصل على حسب الاطوال اللي بنشتغل بيها وعلى حسب احنا عايزين نوصل لايه. آه في الاخر طبعا احنا بنشتغل حاجه اسمها ساعات سيجمنتال، سيجمنتال يعني منطقه معينه بتتحقن بطريقه معينه بحيث تتفرش وكلهم يوصلوا للتركيز الداخلي للعضله. ليها طبعا الحقن تركيزات معينه علشان ساعات الزياده في التركيز بيقلب بالعكس أه. وساعات برضو التركيزات القليله ما بتديش النتائج الكويسه أه. فكل واحد ليه المناطق بتاعته بالكميه بتاعته أه. دي طبعا الانكل بالاربطه بتاعتها من أسوأ الاماكن كان خنقه العصب برضو من احسن الحاجات اللي بتخف ما بقتش اعمل عمليات تسليك عصب دلوقتي بقى لي كذا سنه بسبب كل الناس بتخف بالحقن بل يعتقد انه يائس او لا امل آه. ده ألم مزمن بقاله سنين نقول له إيه؟ طبعًا إن شاء الله في أمل آه بس برضو أنا بقول للعيان مش هناخد آمال عنيفة علشان ما نخبطش في السقف. كل واحد ليه الأمل بتاعه والمقدرة بتاعته. يعني اللي عنده 70 80 سنة مش زي اللي عنده 20 30 سنة. اللي جاي في درجة خشونة خمسة مش زي الواحد واتنين. فكله برضه انما دايما في امل ان شاء الله من اذا قدم اليه اي حد يقول له يلا اوضه عمليات يلا نعمل عمليه لا, لا لا طبعا ما فيش حاجه اسمها القرار السريع ده قرار السريع ده ابدا وخصوصا في العمود الفقري ما عندناش الطوارئ دي يعني مش عين داخل في غيبوبه ولا ورم في المخ لا لازم التاني لازم اديله فرصته اذا استنفذ كل الفرص او في اعراض مخيفه هقول له وبرده ما يلا بكره دي يعني اي حد يقول له كده يسيبه ويمشي ياخد راي تاني وتالت فيش أصل كل واحد للأسف مش هيغير رأيه. فأنت شوف حد تاني يقدر يفيدك بطريقة تانية بس. إذا كان الأمر فعلا بي آر بي وعلم حديث ينبغي أن تفهموه جيدا. العلم العلم الحديث في هذا المجال أعتقد أنه فتوحات هتبقى كبيرة جدا في المستقبل القريب جدا والحاضر طبعا. انت نورتني واسعدتني وكان حوارا ممتعا كالعاده ضيف العزيز القمه العالميه الكبير، الاستاذ الدكتور ايمن عينب كان ضيفي في الدكتور. البي ار بي كيف يعمل؟ هذا ما سنترككم معه ونذهب الى آه يعني نكمل الشاي بتاعنا مش كده ولا ايه؟ خلي بالكم من ضهركم واوعى من البتاعه الكبيره الكوره الكبيره دي، اوعى منها خطر جدا جدا جدا. خلوه دايما مع دكتور.